وكل شي حوالين المطبخ رح يحطوا الحق على الولاد وقتها، لأنهم عم يشعلوا فتاش بقلب البيت، وأنا بطلع منها بدون ما حدا يشك فيني. براقيا ما رح تقدر تطلع، وصوت الفتاش رح يغطي على صوت الصريخ كمان. كأنها أجيت. بعدي عن أبي وقل رح أقول عنك إنك مربى لمبادئ وخربت بيوت، وأصلاً هي هي الحقيقة. أكيد بتكوني تزوجتي أكثر من مرة بهالسبع سنين. لساتها معتبرة حالك كنت هالعيلة.